شيخ عبد الله، اهلا وسهلا. على البنطلون مقطع يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف حضرتك، هو الشرع الشريف يعني حدد زي معين او مش زي، حدد ما يجب على الرجل ان هو يستره وما يجب على المرأة ان هي تستره. الرجل يجب عليه ان يستر من جسده ما بين السرة والركبة، فبالتالي لو انا لبست بنطلون مقطع مبين من فوق السرة والركبة ده حرام وما ينفعش في الشرع الشريف. المرأة يجب عليها ان تستر كل جسدها ما عدا الوجه والكفين، مش بلبس معين، يعني مش لازم يكون ملحفة او عفوا جلابية او عباية، اي زي عندي يدي الغرض ده، ان هو لا يبين تقاسيم الجسد ولا لون البشرة، اهلا وسهلا بيه، الاسلام لا يعترض عليه طالما ان هو ايه وفي حدود اللياقة والجمال والشياكة والكلام ده كله. وده عندنا هو ده الموجود في التاريخ الاسلامي، يعني احنا ما عندناش ابدا 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 اي حاله ثبتت او رصدت على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الستات بعد نزول الحجاب، طبعا مش قبليه، كانوا بيخرجوا في الشارع صدورهم عريانه او ظهرهم او بطنهم او رجليهم او دراعاتهم او راسهم، ما كانش الكلام ده موجود. انما الكلام ده يعني استحدث بعد ذلك من اول الاربعينات تقريبا او الثلاثينات، بدا بعد اختلطنا بالحضاره الاوروبيه شويه يبدا سنه سنه التخلي عن الحجاب. اي لبس هيتلبس ايا كان على عيني وراسي، بس يكون مش انا عبد الله رشدي عيني وراسي، انا يعني في الشرع يكون بهذه الشروط، يكون بيستر الجسد كاملا عدا الوجه والكفين. طيب هل الكلام دوت بقى يعني اذا تم التقصير فيه او تم اختراقه او عدم الالتزام به، دي مساله بتخضع للعادات والاعراف والتقاليد وحسب تنشئه كل اسره للاولاد والبنات فيها.